اهلا وسهلا بمشاهدي ام بي سي مصر. انا خلف الخلف، بس مش خلف هنيدي، لا لا، انا خلف جايب لكم اليوم قصه مختلفه، وجايب لكم اليوم تجربتنا داخل موسم الرياض الجديد. ده حكايه لوحده، انا ما كنتش متخيل عظمه المسرح ولا الفنانين ولا المخرج الاستاذ احمد ولا المسرح نفسه، تصميم المسرح يا اخي في تفاصيل في المسرح بتاع العندليب ده، تفاصيل صغيره قد كده، كل حاجه يو يو يا اخي. انا شفت باسبور هناك ولبسه وهدومه والجيتار بتاعه وتجربه الغنى، الموضوع ما يتحكاش، الموضوع يتشاف، يعني ليس من راى كمان سمع ابدا. مهما نتكلم انا وانت لازم الناس تجرب، وزي ما انت قلت انا معترض على اسم موسم الرياض، ده موسم العالم، ده موسم العالم مش موسم العالم. اي حد من العالم هيجي هينبهر. إلاكم حبيبي سلموا لعلي طمنوني. خالد زاهر وهو مصري مقيم في السعوديه، اهلا وسهلا فيك خالد. اهلا وسهلا استاذنا. اليوم موسم الرياض، انت ما شاء الله عليك في كل مكان في موسم الرياض موجود وتكتشفه بنفسك. مهما تكلمت مش حوفي الموسم ده حقه، الموسم ده حاجه خرافيه، حاجه يعني متهيألي ما حصلتش في بلد قبل كده، ان 120 يوم تعمل فيهم بلد تانية، اعجاز مهما تكلمت مش هتدي له حقه. طيب اليوم انا اتفق معك والله، الكلام اللي قاعد تقوله انا شايفه بعيوني، لكن اليوم مشاهدي ام بي سي مصر اكيد حابين يعرفون طقوسك في موسم الرياض. انت كمصري اليوم في السعوديه، اكيد انك انت اليوم، احنا اي مصري هنا في السعوديه هو يعني نعتبر في بلده وبلده الثاني بدون ادنى شك. لذلك اليوم ودي اعرف طقوسك في ايام الموسم، فين تروح، فين تحب تطلع مع مين؟ بص هقول لك بصراحه، يعني انا كل الفعاليات اللي في موسم الرياض رحتها لوحدي. لوحدك؟ لوحدي كده. وهو بص انا بحب اكتشف المكان الاول لوحدي عشان الف في حته، عايز اقف هنا شويه، فانا اغلب الاماكن رحتها لوحدي. لك خير وبركه ودمك خفيف. الله يخليك يا رب. وحل مصر منورين. الله يحفظك. لا دي بلدنا، دي بلدنا والله، دي بلدنا. الله يحفظك ويطول عمرك. اكيد انا وخالد وصلنا معكم لنهايه هذا التقرير من قلب الرياض، من الوينتر ويندرلاند. أكيد نكون مواصلين معكم بتقارير قادمة لـ MBC مصر، خلف الخلف الرياض.